وزارة الكهرباء أحالت مشروعين حاليا لشركة نرويجية سكاتك النرويجية في محافظة كربلاء والإسكندرية بطاقة كلية 300 في محافظة كربلاء 300 ميجا وات و225 في الإسكندرية في محافظة بابل، إضافة إلى مشاريع أخرى لشركات أصغر في السماوة في المثنى في منطقة ساوة 1 ساوة 2 منطقة الخضر ومناطق أخرى. مجموع الطاقة المحالة حاليا هي 750 ميجا وات. استغرق النقاش بالموضوع فترة قصيرة ما بعد الإحالة، وصادق مجلس الوزراء مشكورا على قرار الإحالة اللي اتخذ في المجلس الوزاري للطاقة، وكانت هذه بادرة واضحة وجيدة عن عزم العراق على تغيير مبادئ ملف الطاقة وإدارة الطاقة في البلد وإرسال رسائل الثقة. المواضيع الأخرى المهمة هي الاتفاقية ما بين العراق وتوتال لتنفيذ 1 جيجاوات في المناطق الجنوبية والوسطى. الحمد لله حصلت الموافقات القانونية بهالاتجاه من مجلس الوزراء الموقر، وبدأت شركة توتال تحديد المساحات ونقاط تصدير. أتوقع تدخل أول 500 ميجا وات منتصف عام نهاية عام 22، وال 500 ميجا وات الأخرى ربما نهاية عام 22 أو الربع الأول لعام 23 2023. في نفس السياق لدينا اتفاق مبدئي ونقاش فني تفصيلي مع يعني شركة مصدر الإماراتية على نصب 2 جيجا وات من منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية بالسولر بالطاقة الشمسية. النقاش الفني مستمر وهنالك توقيتات لتوقيع الهيد أوف أجريمنت في المستقبل القريب إن شاء الله، وأكو جدية من كلا الطرفين. الجانب العراقي مستعجل جدا لإنشاء هذه المشاريع، والجانب الإماراتي شركة مصدر يعني الإماراتية أيضا أبدت رغبتها وجديتها وأرسلت فريق عمل هندسي بهذا الاتجاه. لدينا نقاش أيضا مع أكوا باور والسعودية بهذا الاتجاه ومع شركات أخرى. العراق يسعى إلى تحقيق 12 جيجاوات، من 10 إلى 12 جيجاوات لإنتاج الطاقة الشمسية. نسعى أن تكون العقود موقعة قبل عام 2025، وأن تكون هذه الطاقات متاحة قبل عام 2030. طيب كم ستمثل العراق بلد كبير كم ستمثل دكتور هذه الطاقة من إجمالي احتياجات العراق للطاقة المتجددة؟ من 20 إلى 25%. العراق حاليا الانستولد كاباسيتي عندنا 33 جيجا وات بالوقود الاحفوري. خطط وبرامج الحكومه هي الوصول الى 40 جيجا وات عبر مجموعه من التحديثات والتحويلات من سنجل الى كومبايند، اضافه الى يعني من الدورات المبسطه الى الدورات المركبه. الهدف هو الوصول ل 40 جيجا وات، فبنتكلم عن 10 جيجا وات اضافيه من الطاقه الشمسيه. هذا يمثل من 20 إلى 25 من الطاقة الكلية المتوقع الحاجة لإنتاجها بالمستقبل القريب عام 2030. العراق ينطي، وزارة المالية تنطي ضمانات لشراء المنتوج بعد إنتاجه، ضمانات سيادية هي تأمن للمستثمرين الحصول على الدعم من المصارف الداعمة بالنسبة للمشاريع اللي تشتغل، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية بي بي آي، بالنسبة للمشاريع اللي بالإي بي سي واللي يكون المطور بها يعني وزاره الكهرباء. يعني السيد رئيس الوزراء مصر على توفير السيوله الماليه لهذه المشاريع. العراق عموما رغم الازمات اللي مرت به من 2003 لليوم، من 2010 بدا الاستثمار الاجنبي في ملف الطاقه الى اليوم، ملتزم بتسديد مستحقات الشركات، ملتزم بتسديد حقوق المستثمرين. تحت اي ازمه وتحت اي مسمى العراق من الدول المحترمه في مساله علاقته بالاستثمار الاجنبي، فلا توجد مخاوف بهذا الاتجاه والضمانات موجوده.